السلام عليكم، معكم ياسمين، 23 سنة، مزوجة وعندي وليد. كيف ما سبق لكم، سبق في فيديو سابق عودت لكم على القصة ديالتي، كيفاش يعني كانت وكيفاش ولات. أنا كنت عايشة مع واحد الناس اللي هما والدين ديالي اللي متبنين، وما كنتش عارفة اني عشت معهم من اني الزيادة، يعني من خلاقيت وانا عايشة معهم. مات الوالد ديالي في 2009، بقيت مع الوالدة ديالتي اللي متبنياني، اللي هي ماما متبنية. صافي بقيت عايشة معاها. المهم هذوك الناس لاباس عليهم، ما خاصهم حتى خير، يعني عايشين في اش نقولك، الله وصافي، يعني ما خاصهم حتى خير، لاباس عليهم الحمد لله، يعني ما خاصهم حتى خير. صافي بقيت عايشة مع الوالدة ديالتي، وانا ما اصلا ما كنتش عارفة بلي متبنية، ما كنتش انا هادشي ما كنتش عارفة. صافي جا الوقت اللي بغاو يفرقوا، قلت انا فين كاين المشكل؟ ملي بغاو يفرقوا قلت احق انا ما كايناش في الإرث، انا غير متبنية، يعني القانون كيقول اللي متبنين ما كيولدوش. صافي مني جاو بغاو يفرقوا، قلت انا ما كايناش في الموضوع هذا، ما كايناش، يعني تما فين كاين المشكل. بقاو كيقلبوا فين ما ورقيه، فين ما ورقيه اصلا ما كاينينش. الحاله المدنيه ديالتي يعني معروفه بلي انا غير متبنيه، ما بغاوش يقبلوا الورثه بانني انا نولت. المهم ما عرفتش انا ما هادشي، ما عرفاش بالضبط، ولكن صافي بقيت معاها. صافي بقات مضابه مع الوالد، بقات شحال من حاجه. صافي جا واحد النهار ما كنتش انا عارفه بلي هي مربيتات، عندنا واحد السيده قالت لي شوفي بنتي، قالت لي نقول لك واحد الحاجه، قالت لي انت يا بنتي غير مربينك، و هادشي غادي نقول لك، انا غير بغيت نقول لك. صافي قلت لها واش كتضحكي ولا كتفلي ولا؟ قالت لي لا انا غير قلت لك الحقيقه، الناس خداوك من السبيطار، ما عطتني خدمة، ما قالتش مني خدموني، خدوك وربوك كبنتهم. صافي قلت لها صافي. جا في الليل جات ماما وقلت لها شنو هادشي اللي كان سمعني، واش بصح ولا كذوب؟ قالت لي اه بصح. قلت لي ما عجبكش الحال دابا يا الباب، ما عجبكش الحال صافي الباب. لا صافي خرجت من الدار، ملي صافي خرجت من الدار مشيت دقيت على خوالاتي ودقيت على عمامي، ما استقبلونيش، ما بغاوش يدخلوني. تا واحد ما عقل عليا وحق الله. انت فين ساكنه ديجا؟ يعني ساكنه قلت لي بلي انا في كازا، في فيلا، في واحد الفيلا في كازا. هما اصلا لاباس لاباس عليهم، ما خاصهم حتى خير، لاباس عليهم ما خاصهم حتى خير، كنت ساكنة فيلا. المهم لاباس عليهم، ربما يقراوني ولكن ما فهمتش هاد المشكل علاش، شنو علاش دارتو ما فهمتش. جات وقت الإراثة تبدلات، وقيلا خدت حقها وحقي وصافي، ما بغات تفك مني كيفاش كنقول، بغات صافي قالت لي وصلت 18 عام يعني كبرتك ربيتك عرفت الحقيقة، قالت لي وصلت 18 عام وليتي كتعرف، وليتي سن يعني ما بقيتيش قاصر، وليتي عندك لاكارت سيري خرجي. صافي صافي. ومسألة أخرى فيما يخص المرض ديالك، واش لا لا ما كنتش أنا، لا مني خرجت هو السيد دابا باقي كنهضر معاه حتى الساعة، مني خرجت من الطرد صافي طحت، عندي واحد الهوطة فراسي طحت عليها، تما عندي وريقات عندي كلشي، تقطع ليا عرق في راسي بسبب هادشي كامل. لا طحت واحد السيد باقا كنعرفو واحد الساعة، ولي ديني السبيطار، ولي بقى مقابل، بقى يعني خلص لي داكشي، ولي بقى مقابلني تخرج.
مني خرجت صافي مشيت دقيت البيبان كاملين، دقيت على الناس، دقيت على كل شيء، ما صافي توحد ما استقبلني صافي. من بعد خرجت الزنقة صافي المحطة ديال الكازا فياجا، تلت شهور أنا في المحطة صافي. واحد السيدة تلاقات معايا قالت لي يا ملكة أو تلاقي قصة ديالتي، نداتني للدار. ملي داتني للدار تاهي جابت لي الصحافة وجابت لي يعني الناس اللي كتعرفهم صافي، جاو عندي صوروا معايا فيديو تلاح، بداو الناس كيعاونوني صافي، كيعاونوني تجمعت واحد يعني نقول واحد المبلغ يعني عادي. جيت لهنا لأكادير، كريت في أكادير هنايا صافي. تلاقيت مع كان واحد الفيستيفال ديال تا الويكاند، تلاقيت مع زوج ديالي يعني عاودت لي القصة ديالتي، عاودت لي بقيت فيه فهمتيني صافي. تا هو أصلا ولد الناس، ما نكذبوش على الله، ولد الناس هو صافي. بقيت فيه صافي وتزوجنا. عندنا وليد صغير، عنده عمو ونص. حياتنا كنعيشوها عادية بحالنا يعني عادية ببساطة يعني الحمد لله. واخا كنلقاو اشكال، انا دابا عندي اعاقة ما كنخدمش، وحتى هو غير كيديباني قليل. هو كيشتغل في المجال الفني. المجال الفني ولكن قليل، ديك المجال فهمتيني قليل فين يعني قليل بزاف. ها المستوى الدراسي ديالك؟ انا مستوى الدراسي عندي الاجازة في القانون، عندي دو زماني. وكان بغيت غير شي جمعية تعاون معايا، الناس اللي يعاونوني، دوك المشاهير اللي في تيك توك بحال دابا ديك غزال ولا الأفلاطونة ولا ما، وغير دوك البنات اللي في تيك توك طلعوا لي القناة تاعي، ولا تا أنا نبيع دوك المبيعي بحال دابا. أنا مانقدرش نخرج نخدم حقاش، عندي ولدي وعندي إعاقة، نخدم غير بالتليفون غير بحال دابا دوك الكوسميتيك اللي كيخدموها معايا، بحال دابا دوك ديك البومادات تاع قلبي وداك الشيء، بغيت نخدم تاعنا فيهم. واش لا شي جمعية بحال هكا تعاوني ولا بحال دابا؟ دابا قسما بالله دابا مدة كتسنى خمس شهور تاع هكا، وحق الله اليوم عيطينا كلينا فينا مفلوس، يا اما تخلصوني يا اما خرجو. وإذا خرجنا فين غنمشيو؟ قلت لي فين غنمشيو؟ ما عندنا فين غنمشيو حق الله. الله إذا تلت شهور ديال الكلاو ليكو في الحليب، أنا ما خدامش راجلي ما خدامش، هاكا كيديباني وصافي، كنديباني يعني لا إله إلا الله وصافي. شنو غنقول لكم؟ عندي قناة تاعي في تيك توك سميتها ياسمينة شجاعة، عندي قناة في اليوتيوب سميتها أم نجم الدين، أم نجم الدين. وكا كنتمنى من شي جمعية تعاوني ولا شي محسنين ولا شي، هادشي اللي غنقول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.